إذا ما خاب ظني مبلا هي هاي العمارة هي. هي العمارة. أنا قالوا لي يا سهيل يا أخوي أول ما تدخل العمارة بتلاقي ريحة الدخون وعطور. هي نعم ترى الريحة الطيبة لنا يا سهيل. ايه يا حمدة حيلك في ايه؟ أنا هي العمارة ما زريبة ولا ما زريبة؟ أبوي ترمسنا أبوي أنت حجي؟ لا برمس أمي. ها ترمس أمها هاي ما أعرفها. اسمع أنت لا تأخذنا بشراع وميداف عنا بوس. يا عمي بلا شراع بلا ميداف، انا كل اللي اعرفه انكم تتكلوا على الله برا. يلا بلاش لكاعه الكعك يا مسود الوي، كأنك انت بعدنا بتعرف انت زي ما زين. ابوي ايه نعيار ناس وعرب قبائل ترى. ايه يكش تكونوا من اسره محمد علي باشا. اياك نحن ما نعرف غير محمد علي كلاي. من محمد علي هذاني؟ محمد علي هذا راعي الدكان كتي. عمي شيلوا البهايم، انتوا والبهايم اطلعوا برا. سهيل سوانا احنا والبهايم سوا يا سهيل، شو رايك فيه؟ نقول به قول به. ابوي خبرني شو اخبار بيتنا. لا تقولين بيتنا، لا تقولين بيتنا، قولي فلتنا. انا مسوي لكم هيك الفيلا طابقين. ايه انا مو بهين زين. ما عليه بيتنا فلتنا شو اخبارها؟ الحمد لله الامور طيبه. الحين ان شاء الله ويا الاستشاري بنفتح هاي المظاريف مال المقاولين، مسويين مناقصه ترانا عشان نشوف الاسعار، بس الله يعيننا على التكلفه. زين انت عاد عندك بيزات؟ وين يا ابوك وين يا ابوك؟ عندي بيزات. اي بيزات؟ صرت البنك قلت لهم ابغي قرض عشان ببنيني بيتي. كان يقول لي مدير البنك بنقرض بنعطيك قرض، لكن لا تقول اي. قلت شو اي؟ قال هي لان القرض وقت التسديد يعور. زين الاسهم اللي عندك ما بتبيعها؟ ضحكتيني. اسهم انا شو اللي مخليني ساكن في هالشقه غير هالاسهم هذه؟ اسهم داقه واصله وين؟ يلا يا رب يلا يا رب تتعدل الاوضاع وترتفع الاسعار ويكون شوي نعوض شيء من خسارتنا. يلا يا رب. زين بتخبرك يا الدوه ليش ما نبيع من اسهمها؟ صدقين اللي يعجبني فيك انك انت تقولينه وانت واثقه، يعني بكل ثقه يا الدوه نبيع اسهمها. هالعيوزه هي وين عندها اسهم؟ عندها اسهم بس هي ما تخبر حد. عندها 40,000 سهم اتصالات. أربعين ألف سهم اتصالات؟ هالعيوس هذه وين يا بنتنا؟ وين سرقتن؟ وين؟ الحين أنا أول مرة أعرف السالفة هذه، ما كنت قلتي لي من قبل. أقول يعني إذا صدق عندها 40,000 سهم ممكن هي يعني ترضى إن نحن نبيع الأسهم إذا احتجنا؟ والله عاد يدو كريمة وما تقصر. مرحبا. هلا ابوي. مرحبا يدوهن. يدو ابوي انتو مضيعين طريقكم ترى. انتو هذه بنايه وين؟ مو بفريج هذا. يدو ضبابة ترى يدتنا. انا سهيل هذا اخوي عبيد. ضبابة يدتكم انتو؟ سهيل وعبيد يا حليلهم وين ظهروا هذيل الحين؟ ما شاء الله عليهم. يا دو انت تعرفينه؟ ما يلا شقايل ما اعرفهم يا بنتي. ويدي ماذا نسيتيهم انت؟ شقايل يعني؟ انا ابغي اعرف هذيل يقربون لكم. سمعوا انتو مرضعت انهم مزنه بنتي امك يا بنيتي امك. يا لا وسا طالعهم. ايه شو السالفه؟ ما ادري، قوم خلينا نشوف شو السالفه. انا الحين انت ما تعرفين شيء عن سالفه الرضاع؟ ما ادري. شو ما ادري؟ تقصين علي؟ ترى مزنا امك وامك اللي رضعتنهم، يعني هيالي استوون اخوانك بالرضاع. اخواني ما اعرف يا ابوي، اذا مي مرضعتنهم معناته انا ياهل في المنز. ايش قبا وايج عليها؟ ايش قبا اعرف شو السالفه؟ ما اعرف. اقول لك يا دوب
واحد عيوز اعتصد جي ما ايها شد عضلي بويها. غيرها ما اقول لك واحدة غيرها. يقول لك اسد كل واحد عيوز كان يستانس. ليش؟ لان عظامها تقرقش. اخيك شو هذا يا عباس جايب لي هالقدر وفي نص الممر. استاذ حسن ما اقدر ادخن داخل شقه مالي، زوجي المسون صدري اوره شيطاني شطه ان شاء الله. يا سي حسن يا حسن بيه ده ارحم من غيره، احسن من اللي دخلوا الغنمات جوا الشقق. ولما قلت له انا اخبر حسن بيه ضربوني بالبنيه. ضربوك بليونيه؟ منو اللي ضربك بليونيه؟ سود الله خشبه، وين راح؟ دخلوا شقه 715 شقه مال نسيبي يا ابو احمد. وشو ذكركم عاد في مرة واحدة كذي؟ حلم يا دو حلم، أعوذ بالله منهم الحلم. حلمت إني غراب وطير مينه شي ما أشوف بومة تقول لي غو. أنا إيش من الرقة هذا؟ أدورت ما لقيتك. غو. حشاي أبوكم، بس من فضلك سؤال يا أخ، انت منو سهيل منو عبيد؟ انا عبيد واخوي سهيل. اخوي سهيل من فضلك الحين ايش دخل الضبابه هذه اللي في حسبه جدتكم في البومه؟ الربع فسروا له وقالوا له الحلم هذا يا سهيل معناته الشؤم. وشو دخل يده في الشؤم؟ اسمعيني، المهم حين نحن شفناها لا تجلسون تفرقون بيننا. اسمعوا عاد، شوفوا انا بصراحه مو بعيب اني تحطون الاسخلطين هذين في الشقه. شو تقولين الضبابه؟ شاقول بعد ويدي هذيل بهايم تبانا نعقن من البلكونه. شو بتعقون من البلكونه؟ هذيل عنز محليات اصليات من البلاد. شو اصليات شو محليات يا ابن حسن؟ انت الله يهديك يا جماعه، هذين يوسخون المكان، انتم ما تروحون عطله. انتوا تروحون ريحه مبزينه. مب من العنز هم العنز ها؟ هذا مني انا الله يهديكم. ثيابي والله انها شويه الله يهديكم حار. شغلوا الكنديشن. شوفوا عاد ايه تو الاثنين، انا السخلتين هذيل بربطهم برا هناك. زين، وتحمل منهم وحط لهم طاسه ماء وجد نثر لي من هناك. لا تنسى ما تباني بعد احلبهن. ايه منكم السموحه عاد، والله انتم مظلومين. شو نسوي؟ سامحوني ما شيء جت اليوم، هاي حالتنا في الشقيق يا ابوكم. الماي عندكم اليوم بتاكلون جرايد، ها فرسان المسرح الاماراتي، كلوا بي كلوا فرسان المسرح دوم. الحمد لله زار الحق. شفت بعينيك ادي الدمار الشامل وادي ريحه الكيماويات. ابو احمد شو مسوي قارب اماره سوق غنم؟ انا حياكم الله. مرحبا يا حي الله حسن. يا مرحبا ابوي، انا تصدق يوم شفت هالسخلتين هذيله اتذكرتك. سود الله خشمك يا الخام، اشوف السخلت تذكرني انا؟ سود الله تخشمي يا ابوي؟ انا ما قلت شيء غلط، ها مثل ما يقول المثل المصري حماتك بتحبك. انا يا اخوي اليوم مسوي عزيمه عشاء وياي بهالسخلتين بنتعشاهم، وانت جيت في وقتك. ايه جزاك الله خير، ما قصرت. بس ما بكذا سالفتنا، منو ضارب عطيه بليونيه؟ حرام اني يا حسن ما ضربت بليونية، ما شبس لكش تجذب بصبعي بسالة. ما ايدك داي بنية، ايدك داي اللي عاملة زي الحديدة المصدية داي بنية. حلو، اش الحشرة، هذه الشقة يده، وروحنا بريب اللي على كيفنا، شو رايك؟ عفوا انتو الاثنين، الشقة هذه شقتي انا، ويدتكم هذه لاجئة عندي انا، أصحح لكم المعلومة فقط. والله لولا حشمة حسن عندي
وخاطره لكنت نزلت على الشرطه دغري. ذيب 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 يا معاطي. ذيب شو ذيب شو ذيب عطيه ونسويت ذيب. الله يهدينا ويهديك يا ابو علي. بس نحن في حاله وانت في حاله. خلاص عاد فكونا من السالفه. اللي صار صار. شو اللي صار ما صار يا اخوي؟ هلا ما تعيبني انا يا غريب. غريب 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 زين يا اخوي. مبرك هذا الحذرين نبولك انت جايب اللي شغلتين وحاطينهم في الممر. هلا ما داني انا ما انا حد يربي كلاب ولا شيء من الدبش. انا شي خصني يا ابوي؟ انا شي خصني؟ شقه شي خصك؟ اسمع اسمع شي الشقه ما بشقتك؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. من وين طلعوني يا ذيلة؟ انتوا وين طلعتوني؟ يا جماعة يا جماعة صلوا على النبي بلغكم. اللهم صل وسلم. شو مستوي؟ مستوي مثل عدنان ولينا. من عباس ولينا هذا؟ شو عباس ولينا؟ شو انت حتى عدنان ولينا ما تعرفهم؟ الله يهدينا يا اخوي. زين يا اخوي فكوني انا من المشاكل. هذا اللي يسوي مشاكل عقولة في راسي انا يا اخي. ما يستوي كذا. شوف عطيه انا لو منك كنت الحين سبت الشرطه واشتكيت عليهم اخلي الشرطه يرورونهم ويعقولهم في النظاره. خلاص هاي نظاره من بلبسنا نظاره؟ النظاره يعني السجن يعني هذه طرده. خلاص خلاص طبعا عنكم السالفه. اسمعني يا غريب. غريب ما غريب الا الشيطان. اسمعني دام هذه شقتك لازم تلتزم بالقوانين. خابي. ولا شوف لك شقه ثانيه يا اخوي. خابي ان شاء الله حاضر. اسمعني يا معاطي. معاطي معاطي منو؟ عطيه عطيه يا اخوي هذا مالنا بكيفنا نقول. اسمع كيفنا بعث الدخل بسامي خلق الله. يلا قب قب ابو احمد. صبر هذا ايش بلا حسن؟ ما ادري كله قلت لك خبين وروح. زعل زعل وايد ابو احمد. نجيب زباح يذبحهم. تذبح منو؟ انا واخوي. لا السخولة برا اثنين سخل. بوي ايه هاي الاسخالتين اللي برا هاي مال يدوه مال يدوه ضبابة ماله هو هذا. جزاك الله الف خير يا عسل. شفت شقان الناس الناس كيف رحنا ننطرد من هاي الشقة. الله يبدلي مالي يا بيت. ترى ابو احمد طيب ساعات يستوي خبل بس وايد طيب. ايب لكم فيمتو؟ لا لا يجيب لي كوكتيل. انا نعناع بالليمون كان عندك. شوف فاتح مأسرة. أنا ما رغبتهم ما رغبتهم. أنا قلت لهم شلكم طهف. شلهم طهف؟ أكو طهف شلهم وعقهم عند عباس. يا فضيحتنا في العرب. أي عرب اللي تطرينهم؟ أي العرب ما يدلون طريقك؟ ماتوا قبل لا يبنون دوار الساعة. هي قول لي بعد خلي شلني أنا الطهف بعد قول. لا إيش حاجة يشلك أنت؟ يشلني أنا الطهف. هالخياس اللي عند الباب. امي منو رابط هالعنز برا؟ منو بعد رابطنن غير ابوكم هذا المعذور. اهلا دكتور. اهلا يا سيدي اهلا. ايه ده غريب ده؟ ايه البعر اللي مال المنطقه هنا؟ وايه ده ايه ده يا اخويا ده؟ وايه الريحه المهببه اللي موجوده في العماره دي؟ هوش وبوش وسط العماره اللي ما بقتش عماره دي بقت زريبه. معلش معلش يا دكتور معلش. يعني هذه هديه من صديق. شو نسوي؟ هديه حطها وسط شقتك ما تحطها ليش وسط العماره هنا. انت في ناس ان انا ساكن قدامك مش قادر اعود من الريحه يا غريب. حرام عليك يا اخي مش كده؟ حصل خير حصل خير. هيحصل منين الخير؟ هيحصل منين الخير ودول موجودين هنا هو؟ ما ينفعش يا اخي حرام عليك. الله انت ايش تبغي بالضبط؟ ايش تبغي؟ انت جاي تبغي تضارب؟ جاي تبغي تضارب؟ وكفايه اللي انا فيه. عايز ايه؟ عايز ايه؟ في ايه؟ في ايه انت؟ انت اللي في ايه؟ حد يحط هوش وبوش وسط العماره يا راجل. يا عمي يجيك راي خذهم خذهم لك. اخذ ايه؟ خذ دول دول لدول؟ دول الاثنين؟ الاثنين والصغيره دي كمان. الصغيره والكبيره خدهم الاثنين وببلاش. ايش رايك؟ ببلاش بلاش لان التجار ما حصلتش. مش مهم بقى البعض ولا الريحه المهم انتوا. تعالوا يا حبايبي. يلا كلوا كلوا. بسم الله بسم الله. سامونا ترى ما قدرنا نسوي لكم زبايه. والله كفيت كفيت ووفيت وما قصرت.
والله والله العظيم انك يا عباس ريال ودريال ومعدن قصير. الله يخليك عبيد، لا تقول كلام تهرج نفسيتي ترى. حد يدق الباب، انتوا عازمين حد؟ ها؟ عازمين حد داخل بيتي؟ هذا الله يدق بيتك، شو احنا نعزم حد؟ انا مو عزم، تسبب. شال 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 ياك ياك. هلا حجي زبابة تفزل. سلام عليك عباس. عليكم السلام، نورت أسفرت. حياك الله. يودون يودون زي على طيح. عيالي عندك؟ موجودين أجي ياس ياكلون. حياج لدو حياج تفضلي. هيه سلام عليكم ولا لا سلام على طعام مثل ما يقولون، أخافكم تقصون. هني هني عادي سامحونا يا عيالي، فضحنا ولد الغش فيكم. مسموحة يا دو، فعليش تفضلي تفضلي. لا اقول لي يا دو، ما شاء الله منو هذه اللي وياك؟ ايه هذه ميره وهذه مريم بنات الغش. ما شاء الله ما شاء الله عليهم، شقا حلوات كانهن كواكب ذريه. هي ما شاء الله، عيل انتو الخوار. سمعك سمني حكيش زين ما زين، قولي خوالي لانها تفرق عندنا. عندكم عاد سمعوا صخوا عنها الرمسة كلها. انزين الدبش وين ما اشوفن؟ هناك هناك مربوطات عند باب الحوي، هناك مربوطات يدو. ما في شيء عند الباب. ما شيء هوش ابوي، كان ما انسرقن. سهيل شو سهيل سهيل شوها وين يا ريال؟ انطحت اسخله ولا شو؟ لا ابو احمد من المصيبه. اي مصيبه ابويا؟ من سمع ان الاسخله انسرقت انهد وطاح في مكانه. يلا 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 يا جماعه الخير، بغيت انا اطيح عليكم انا ابو اسخله. اسخله ضاعت كذا طاح علونا خسران في الاسهم شراتنا، اظن انسدت في الشراي. ايه انت غروب، وشو هالرمس واللقاء؟ سير اسقر الدختور فوده هذا وسي خليه هني طالعه. ما يحتاج الدوه، هذا مو بويه دختر، هذا ويه راس بصل هل كبر، حطيه عند خشمه وشوف ايش جاي بيناقز. مريم مريم الله يهديك، شو السلام هذا؟ هذا خالد خالد، هذا الخال تستخسري عليه دكتور. انا اقول ودوه مستشفى ملكي مال بانكو كاسا. عباس شو ملكي ما ملكي وباكر؟ عشان سخرة ضايعة أودي باكر؟ أنت إيه؟ أنت خلاص شغلك؟ جزاك الله خير ما قصر. قم قم سر بيتكم، بكر لك راس قدو ها؟ ونعم. اسمعي الحين يقول هذه تاردة أبو أحمد. هذه تاردة أبو أحمد. طمني. ارتاح، عنده السكر مرتفع يا سيدي. أشوة أشوة أشوة، ريال يقول عنده السكر مرتفع تقول أشوة؟ سكري هذا ما يمزح يجتل وانت تقول لي أشوة؟ أو أنك فاهم يعني؟ وبعدين حالته تستدعي الراحة التامة، فاهمين؟ انت حرين. لا تقول لي بيبات. والله يفضل هذا، إنما لو الظروف ما تسمحش حوشوا. وايدي دختور ايش قال حوشوا؟ وهذا بيته، البيت بيت ابوي، ما عرفت من انت هذاك. انت ابوي طبابة، من فضلك ابوي بس عاد بس طفرت بسي. وين يبات هنا؟ بيته بيت، منو قالك بيته؟ شو يبات؟ الشقاي كم بتسد؟ عيالك اللي هناك ولا عيالك بالرضاعة ولا الدبش ولا الغربان؟ شو بتسد؟ الحين اخوي شو فيه؟ ما انا قلت لك عنده السكر، اقولها لك 100 مره، انت عبيط يلا ولا ايه؟ لا تقول عبيط، انت اول افهم السؤال
وبعدين قول عبيط. انا جالس اقول لك شو علاجه الحين. بس خلي خلي اشتبابه خلي جدلته. الموضوع ما يزست يعني ما يستحملش كل الزعل ده يعني. شوفي ميثر، بصراحه نحن لازم نمنع الزيارات العائليه والمبيت في هذه الشقه. يا ابوكم شقه صغيره ما تيزي ما تسد. يعني الحين شو تباني اسوي؟ اروغ الريال؟ هذا ريال غريب. هذا خالي ايش قال غريب؟ لا تقولين خالي يا بنت غريب. نحن لازم ناخذ منه الدي ان تي وبعدين. ابويا الدي ان تي اسمه الدي ان اي اي. الدي ان اي اي نحن لازم ناخذ منه الدي ان اي اي ونتاكد وبعدين نسال كم رضع رضعوا. ترى يدتكم هذه سبيل ناقه صالح، يمكن شفطوا شفطه واحده بس، اذا شفطه واحده لا مو اخوانكم هذول باكر يغامضون يقولون تعالوا والله بنشارككم في الورث يسوونه. ابويا بصراحه انا استحي اقول ان هذول خوالي مو المب حلوين. شكلك في كنيمي حاده ندوك. ها استاذ انا اخر مره شارب فيها شوربه من 9 سنوات ما يتني انيميا. فراس خيم هناكي ما يعطونا غير قشيد ويوبل وكسيف وعومه. هاي شو شوربه بيليان بوبر بوبر. بس انت حين بخير ان شاء الله. ها سهيل سلامات ان شاء الله بخير. صل على النبي. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. ما تشوف شر ما تشوف شر ما تشوف شر يا سير. اعطيه اعطيه غريه. عبيد هذا منو؟ هذا بعد غريب. هذا غريب نسيبنا اللي ما اخذ اختنا ميثا. ما قمت تشوف شو كان النظر قام يقل عندي. ها لا 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 دخيلك دخيلك يا سهيل الله يخليك. كله ولا النظر يخف عنك. منو بيسوق ابنه من راس الخيمه؟ الله يخليك الله يخليك. لا دخيلك دخيلك طالع طالع زي. لا ان شاء الله ما فيك الا العافيه. ان شاء الله تقوم بصحه وسلامه وتوصل ان شاء الله حتى الفجيره. احسن ان شاء الله الحمد لله. اول ها عساكم ان شاء الله احسن الحين شويه بدادي. ها يود يود اسمعني اندوك سهيل انا جبت لك عاده هذا. ها حبه السوداء افرك بها يبهك وصدرك وانت والخير اربعه مره بتخوز الدوخه عن كل شيء. يود يود ضبابه انا بوجه ايش تسوي ايش تسوي شو يفرك وين يبهت وين صدره؟ ما خليتي شيء ما يسرط زحرتي كل شيء. صبر وخيله مره حتى دخلتي بالحرمه ايش تبغون فيه؟ غريب غريب غريب. هذا بدال تقولها مشكوره يدو ازاك الله الخير يا تذبها اعوذ بالله منك. عبيد قم خلنا نروح راس خيمه. الظاهر ان ابو محمد زهق منه. ابو محمد ابو احمد ابو احمد لا اله الا الله. قم مشكوره يدو نحن اطمننا عليك وشفناك وخلاص. يلا هي هي احس بطني والزغلله ردت يدي. هي عبيد اي زغلله اي زغلله وين الزغلله؟ آه شارب حلول شارب حلول. منك 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 يسار 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 منك تعال منك منك ودع اليمين يمين سيده راح دش المطبخ دش المطبخ دش المطبخ. غريب ويتلاحقنا يا ابوي. شوف اخوي سهيل وين صار؟ صرت طالع وين صار كذا الله يهديك. شو اسير طالع كذي وين ساير هو؟ ترى في الحمام في اسهال استغفر الله. انت يا اخوي اخوك وتحمل ريحته سرنا هناك وسخنه وهات. سيب لك ابوي ماكل قرص خني لا اسالك انا سؤال انا بتري اخوي هنا. اكو ها ظهر يا تعال يا يلا يلا يا عبيد. شو هالزياره هذه الغريبه؟ يلا ابوي يلا يلا سلامات سلامات ما تشوف شر ما تشوف شر. يلا ابوي توكلوا على الله سلموا على الاهل ابوي. ها يلا 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 ابوي يلا يلا ما تشوفوا شر ما تشوفوا شر. يا الله يا 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 خير خير. شوف لحقني يا عبيد ولا ابوي ردت لي الزغلله. وين الادب اللي جب هناك؟ وين دم روح ولا تسوي يا كركر يصوب لا 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 يا من يا من يا من يمين 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 ولا ما ها
يسار يسار لا لا من الصوب نصوب لا 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 زهق طفرت استويت نضيت مت خلاص خلاص بنفجر 15 مرة 15 مرة ساير وراد من الحمام 15 مرة انتوا ما تشمون الريحة ابويا لا تجلس تلوع بجودنا المهم ساروا انا داعي عليهم داعي طاف طاف يشلهم لكن هذول جايبين وياهم لزقة عنزروت ما ادري حشك بكم غريب دخيلك عشان خاطري تحملهم ولا تتركهم ارجوك ترى يدوا عقبة تحشرنا وانا الحين ويا منو انا متحمل منو متحمل الجيران تراني متحملنهم واقف وياهم ويا بلاويهم ازواع اسهال ما ادري دخاتره هوش دبش اضربوا يا النهطور اضربوا يا راع البنايه انا طفقت زهق بس عشان خاطري غريب عشان خاطري تحملهم بعد شويه لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الزيارة هاي أشوفها ما طلعت فيها خير عين ما صلت على النبي والله لا الزيارة فيها خير ولا أهل الزيارة فيهم خير ها؟ سلامة راسك أقول ما حد قال لي يسرط هالكثر حبوب مرة وخيلة وصبر ويشرب له ملة حلول ما حد قال له الله لا أكو وصل تفضل يلا أبوي يلا 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 توكلوا على الله يلا احس بمعدتي وصلت بلاعيمين لو الله كبدك يا ابوك يلا يلا روح يلا وي لا 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 وين شحق لنا ما بصير شحق ما بتصير اخاف ما حصل ادب في الدرب شو ادب ادب بيتي ادبه يلا ابوي السر يا ودي يلا يلا توكل السلام عليكم اكملت اهلا وسهلا ماشي على العلاج اللي انا كتبته لك ولا لا ماشي في تحسن احسن شويه تفضل يا سي غريب نعم شو هذا ابوي تفضل بس ان شاء الله ان شاء الله انتوا زي القطط حظكم في رجليكم برضه خذ يا سيدي هذا زي القطط زي القطط خذ يا سيدي خذهم انت الاثنين بقى يلا شو هذا الحين هذا دكتور انت مش عارف ده دول المعزتين اللي انت عطتهم لي دبحتهم رحت الصبح المذبح دبحت وضبت وقسمت وكله تمام ايوه الله وراك يا غريب يا غريب يا غريب, يا غريب. انت اللي ذبحت لوش يا مسود الوجه انا اللي مسود الوجه برضو سهيل سهيل اسهل خلطان انت ذابحنهم كل بيسر